وقد بحثت حقيقة في التاريخ، كان عندي قبل فترة خطبة عن تاريخ اليهود، بحثت في تاريخ اليهود لم أجد أبدا في التاريخ أبدا أن اليهود دخلوا حربا مواجهة. هل تصدق؟ ابحث في تاريخ اليهود، ليس تاريخ اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا، دائما طبيعة اليهود، لا يمكن أبدا أن اليهود يدخلون حرب مواجهة هكذا، يعني صف يهودي وصف عدو لهم، سواء كانوا مسلمين ولا نصارى ولا بوذيين ولا لا. لذلك تجد أن كل ما يبكي عليه اليهود، وإذا تحدث اليهود عن تاريخهم وعن أحداث حروب وقعت كلها يقول مذبحة لليهود، مذبحة لليهود، لأنهم ما هم برجال يدافعون عن نفسهم. ولما يأتيك عند الهولوكوست على ما يقال إن محرقة اليهود التي فعلها هتلر ولا غيره، كلها مذابح مذابح، يعني يأتون وينحرون نحرا. حتى اليهود الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يهود بني النضير، أغلقوا عليهم أبوابهم وقالوا لا فكنا، ما نبغى نقاتل ونبغى، أطلعوا خلكم رجال ودافعوا عن أنفسكم إذا أنتم تدعون أنكم شجعان، لكنهم ما يفعلون ذلك، وينزلون والنبي عليه الصلاة والسلام يطردهم إلى أخرجهم عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. يهود بني قينقاع على طول إلى الشام، يهود بني قريظة أغلقوا على أنفسهم أبوابهم مع أنهم عدد وعندهم أسلحة، لكنهم لا يجرؤون على المواجهة أبدا، لا يجرؤون على المواجهة أبدا. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ولما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وتصادر أموالهم، جاءوا وجعلوا يذبحون كما تذبح النعاج. وكذلك قل مثل ذلك فيما يقع في آخر الزمان. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أننا نقاتل اليهود، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم عدد جيش اليهود، ولم يذكر كيفية قتالهم، ولم يذكر من هو قائدهم.